بداية أخبارنا من سلطنة عمان، حيث تم افتتاح مطار جديد في جنوب شرق البلاد قادر على استيعاب 2 مليون مسافر سنويا، وبلغت تكلفة الإجمالية لهذا المشروع 90 مليون ريال عماني. يقع المطار الجديد في مدينة الدقم، ويتوقع أن يزيد في حركة السفر من داخل الدولة وخارجها، كما سيعزز حركة شحن البضائع، بالإضافة إلى دعم القطاع السياحي والاستثمار في السلطنة. أما خبرنا الثاني فمن السعودية، حيث اكتشف علماء الأثار بمنطقة الزيدانية التابعة لمحافظة تيماء نقشا هيروغلافيا يحمل توقيعا للملك رمسيس الثالث. وقال العلماء أنه جرت العادة أن لا يتم حفر مثل هذه النقوش إلا بحضور الفرعون نفسه، مما يدل على أن رمسيس الثالث قد تواجد في هذه المنطقة، خصوصا أنه كان هناك طريق تجاري مباشر يربط وادي النيل بتيماء، وكان نشطا في عهد الفرعون رمسيس الثالث في القرن 12 قبل الميلاد. أما في الأخبار المحلية مشاهدينا، أعلن التدوير أن نتائج دراسة التجدول للمشروع البحثي الخاص بتحويل النفايات البلدية إلى وقود طائرات حيوي سيتم الإعلان عنها خلال النصف الأول من العام الحالي، ويتوقع أن يتيح هذا الوقود للاتحاد للطيران تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها بنسبة تصل إلى 90%، وأن سيسهم بمنافع اقتصادية على الصعيد التكلفة التشغيلية لرحلاتها الجوية، حيث يمكن أن تصبح تكلفة الإنتاج أقل بنسبة 50% من متوسط أسعار الوقود التقليدي للطائرات. وفي خبر محلي آخر، ابتكرت 3 طالبات من مدرسة دبي الدولية جهازا ذكيا لتحسين إنتاج الزراعة المائية من الفواكه والخضروات في الدولة عن طريق معالجة إشكالية عدم خصوبة التربة والمساحة المحدودة للمزارع عبر توفير العناصر البيئية اللازمة لزراعة ناجحة وحل جميع المشكلات التي تؤثر في الزراعة المحلية بشكل عام بهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي. ينطلق غدا منتدى الإمارات لأمراض النساء والتوليد والأخصاب الذي يقام في نسخته 15 في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الشارقة، ويستمر لمدة 3 أيام. يبحث هذا المؤتمر آخر التطورات في علاجات الخصوبة، ويتضمن برنامجا حافلا بالجلسات تناقش المجالات التخصصية في الخصوبة وطب الإنجاب. ويشتمل برنامج المؤتمر على موضوعات طبية علمية وأربع ورش عمل تركز على عمليات تنظير الرحم والخصوبة واستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية لأمراض النساء والولادة.